قصة الصيني تائه. مركز أبحاث أمريكية دخول حطام صاروخ الغلاف الجوية بحلول صباح اليوم. وذكر موقع الجولف نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية أنها حددت وجهة جديدة محتملة لسقوط حطام صاروخ الصيني التائه. فبعد حساب الإحداثيات تم تحديد شمال السودان كوجهة مؤكدة لسقوط هذا الصاروخ. وأشارت المصادر أيضا إلى أن الصاروخ الصيني الطائش من المحتمل أن يسقط في آسيا الوسطى في طاجكستان أو تركمانستان حوالي منتصف الليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش. من جهتها قالت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية عبر تويتر إن أحدث تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام كورتز التابع لها يشير إلى أن جسم الصاروخ لونج مارش 5 بي سيدخل الغلاف الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة 4:19 يوم الأحد بتوقيت غرينتش. السلام عليكم. Rocket launch encoding in Glasgow. Pretty cool.